بسم الله الرحمن الرحيم. شرفنا اليوم لهذا الموقع رئيس لجنة المياه الزراعة والمياه والأغوار في البرلمان العراقي، ويعتبر أول نائب بالبرلمان يزور القاطع. القاطع يعمل بصورة مستمرة وجيدة، معدل الضخ لا يقل عن 70 متر مكعب، نأمل صعود إلى التصاريف إلى أكثر من 100 في الأيام القادمة. مياه التصاريف الآن الواصل للمحافظات الجنوبية حسب المقرر لها كاملة. نعاني كثير من توزيعات المياه نتيجة التجاوزات والخروقات، إلا أن تعاون الجهات الأمنية في المحافظات ساعد في درء الأزمة بشكل كبير.